اختيار ضابط الشرطه. مين هو ضابط الشرطه اللي بيختاروه؟ بيختاروه ازاي؟ من الاليات اللي بيختاروه فيها. والله العصر البائس بيختاروا راجل الشرطه على اساس ان هو راجل طاغي من سلسال النظام الطاغي. فبالتالي اللي ما عندوش مش بيختاروا على منطق ديني او يتعامل الناس بمنطق ديني، منطق الرحمه، منطق العدل، منطق التعامل مع الناس. بيختاروا على اساس ان هو جلاد، هات ده، اجلد ده، اعمل ده، عذب ده. بس هم اعتقدوا ان الوطن وطن فرعوني، ما ينفعش الا بالجلد، ما ينفعش الا بالتعذيب. بيختار ضابط الشرطه او رجل الشرطه على اساس ان هو بينفذ طغيان، مش راجل بينفذ عداله وامانه. طب رايك في اختيار وكيل النيابه اللي هو في الاخر بيبقى مستشار، بيختار ازاي؟ بيختار ازاي ولغايه الان بيختار ازاي في مصر؟ هو يعني زي ما الراجل الطاغي بيختار. أنا عايز آليات الاختيار، هما بيختاروه ازاي؟ هما بيختاروه على اساس علم، مش بيختار على منطق ديني وعلم. فبالتالي ما انت اديت لو واحد علم هيشتغل على العلم بس وممكن ينسى الدين، فبالتالي علمه هيفسد. لازم يكون في دين ومعاه مقابل علم، لازم يكون في دين وعلم. انا اتعامل مع الناس بمنطق الديني في اثناء التعامل العلمي، فبالتالي انا هنتج انتاج ديني علمي، يبقى في ما فيش فساد، ما فيش طغيان. مثلا الضابط اللي هو ايه، عارف ربنا عز وجل، هيروح للراجل هيقول له سلام عليكم رخصتك الكلام ده، غير الراجل الثاني اللي مش عارف ربنا هيروح يقول له بطاقتك ويعامله على اساس ان هو راجل عبد عنده. لا. ما يقال عن التوريث في الشرطه وفي النيابه، ايه راي حضرتك فيه؟ ما يقال عن ان هي مساله توريث زي ما كان حسني بورس ابنه، كان هم بورثوا اولاده. والله انت زي ما حضرتك كده سؤالك في اجابته، زي ما حضرتك بتقول ان هو في توريث للرئاسه، كان كل فاسد بيورث ابنه برضه الرئاسه. بيورث ابنه مكانه. اي ده الزبال بقى بيورث ابنه للزباله. هو نظام بائس، نظام فاسد، نظام ولاده، كل واحد يجيب ابن عايز يعيط، مش بيختاروا على اساس ان ده صالح او ده فاسد او ده يعمل او ده ما يعملش. احنا كنا في عصر ديكتاتوري قليل، عصر يعني بس الحمد لله خرج الايمان بقوه، الحمد لله. عندي فكره، عند حضرتك فكره، اولاد المستشارين اللي هم وكلاء نيابه تعدادهم قد ايه في النيابه؟ واولاد اللواءات اللي هم ضباط في الشرطه تعدادهم قد ايه؟ واقصد اللواءات الفاسدين اللي هم ينتمون الى النظام الفاسد. تفتكر حضرتك كان مجموعهم قد ايه ولا زال مجموعهم قد ايه في البلد دلوقتي؟ والله وايه اللي بيحصل في البلد؟ والله انا ما عنديش احصائيات معينه بالظبط، بس انا هقول لك حوالي نسبه من 75 ل 100% كل ده توريث. قاضي بيورث ابنه وكال في النيابه، ضابط بيطلع ابنه ضابط، حرامي بيطلع ابنه حرامي، كلهم اليات توريث نسبه 75 يعني اكتر من 85 كله توريث. فساد لفساد، فساد لفساد، فساد لفساد.